بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هندسة أمل من قناة أمل تشانيل. النهاردة إن شاء الله هكمل معاكم شرح برنامج الإكسل، وده الدرس الثالث في البرنامج. النهاردة هنتعلم إزاي نحول ملف إكسل إلى ملف بي دي إف، يعني أنا أفتحه ملف بي دي إف. عندي زي ما شايفين ده درس أنا كنت عاملاه اللي هو تنسيق الجدول، وعايزة أحول الملف ده دي بي دي إف. هروح على ملف من فوق هنا وباجي عند حفظ باسم، ونروح على سطح المكتب. تمام، هو هنا هو مسميه المصنف واحد، او هو اسمه المصنف واحد. هاجي عند حفظ كنوع، وباجي افتح السهم ده كده، وبنزل لتحت كده هلاقي عندي هنا في بي دي اف موجوده زي ما احنا شايفين كده، بدوس عليها واغير الاسم بتاع المصنف واحد. مثلا هقول له جدول المصاريف، وبعدين اقول له حفظ. على طول هو حوله لي لملف بي دي اف، زي ما شايفين اهي بي دي اف، وفتح لي الملف بي دي اف. بكده انا خلصت الدرس بتاعنا النهارده. يا رب تكونوا استفدتوا منه. اذا استفدتوا منه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو، وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.